بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هكمل معاكم شرح أوامر التعديل. هتكلم النهاردة عن ستريتش وعن سكيل. تمام، أنا عندي موديفاي أهي، ودي ستريتش موجودة، وده أمر سكيل. أنا لو جيت رسمت ريكتانجل بالشكل ده كده، وعايز أعمل الريكتانجل ده سكيل، هاجي اكتب من الكيبورد اس سي، او ان انا بدوس على اسكيل من عند موديفاي هنا. طب انا هقول له اس سي وبعدين انتر، يقول لي سيلكت اوبجكتس، هختار الاوبجكت بتاعي وبعدين ادوس يمين الماوس انتر. البيس بوينت اللي انا هعمل منها السكيل، انا مثلا عايزه اعمل من الاند بوينت ده السكيل بتاعي، شايفين بيكبر ويصغر زي ما احنا شايفين كده اهو، ادي السكيل بتاعي بيكبر ويصغر اهو. ممكن ان انا احدده مثلا اقول له 0.5 50، صغره لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو انا قلت له اس سي تاني ودوست عليه وبعدين دوست بيمين الماوس انتر واخترت اي نقطه من النقط اللي عندي، مثلا هختار النقطه اللي في النص، تمام، جيت قلت له كوبي، هاخد كوبي منه، شايفين بعمل سكيل من الكبير وباخد منه كوبي اهو، ممكن اخد كوبي كده او كده زي ما انا عايزه اهو. يبقى انا كده عملت سكيل كوبي، وقلت له اندو، وجيت مثلا رسمت ريكتانجل تاني اهو، وعايزه اعمل سكيل للريكتانجل ده، الضلع ده اللي هو الضلع اللي باين عندي ده يبقى نفس الضلع ده، بكبره. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي اقول له اس سي سكيل واختار الريكتانجل اللي عندي ده، واختار البيز بوينت دي، تمام، واجي في الحاله دي اقول له ريفرنس، واختار الضلع ده الفيرست بوينت والاند بوينت، وبعدين عندي ادوس على بي من الكيبورد اللي هي بوينت، تمام، واختار ان انا عايزاه يبقى قد الضلع ده كده اهو. لو شفناه الضلع ده هيبقى قد ده، لو جينا عملنا دايمنشن، طبعا هنا باين صغير بس ايه، احنا اتعلمنا قبل كده ازاي ان احنا نكبر الدايمنشن، ده كام؟ 215.99، وعندي هنا ده اهو بقى 215.99، يبقى ده سكيل ريفرنس. هتكلم بقى على امر ستريتش. امر ستريتش هنا موديفاي وبعدين ستريتش، او اختصاره من الكيبورد اس تي ار، انا هكتب اس تي ار وبعدين ادوس انتر، واختار الجزء اللي انا عايزه اعمله ستريتش. انا عايزه احرك الخط ده وحرك الخطين دول، اوسع الريكتانجل او اكبره على جهه اليمين الشاشه بالشكل ده. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ باجي ادوس كده وبعدين بسحب واختار الثلاث خطوط دول، تمام، وادوس بيمين الماوس انتر وبعدين اختار النقطه دي، واجي اكبر بقى زي ما انا عايز. ممكن ان انا احددها اكبرها، مثلا اقول له مثلا كبر لي ده، او اعمل لي ستريتش ليه 500، عمل لي ستريتش 500، تمام. نفس الكلام لو قلت له اس تي ار وحددت الجزء بقى اللي فوق ده كده، وجيت للبيس بوينت دي اهو، برضو بكبر بالمسافه اللي انا عايزاها، مثلا اقول له 250، عمله لي 250، يبقى ده امر استرتش. يبقى احنا النهارده اتعلمنا امرين من اوامر الموديفاي، عندي سكيل وعندي استرتش. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.